سمعت عنين الناعورة عنين شغل لي بالي سمعت عنين الناعورة عنين شغل لي بالي وهي عنينا عالمي وانا عنيني عالغالي اوف يابا 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 صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. يعني سوريا ما في أحلى منها، ما في أحلى من الطبيعة السورية، فما بالكم نحن موجودين هلأ في قرية البيضة بريف مصياف لحتى نكون معكم مباشرة ضمن جولتنا الإعلامية في محافظة حما. طبعا قرية البيضة هي تابعة لريف مصياف في محافظة حما. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، رح يكون معنا ضيوف من مختلف الشرائح الموجودة في هي القرية الجميلة، رح نواكبهم أكيد، ولكن بدي صبح على نيرمين. صباح يا نيرمين. صباح ليا. صباح الطبيعة. لك صباح الجمال والرواق. كيف الخضار معك اليوم؟ هيك هوا نظيف وغير شكل رواق كثير. اكيد بدي صبح عليكي ليا ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه. اليوم نحن متواجدين معكم بثاني الايام من حما، وتحديدا من ريف حما، من البيضه، من مصياف، لنواكب التحضيرات يمكن الربيع اللي موجوده بهذا المكان. هون الطبيعه رسمت لوحه الخضراء الحلوه، هون المكان بيحكي طيبه ومحبه وتسامح. اكيد ليا رح نبلش صباحنا لليوم ورح نبلش نضوي على النشاطات بقريه البيضه مع ضيوفنا لليوم اللي مين رح يكون نعم معنا. نرمين يعني دائما بكل مكان بنكون موجودين فيه بهمنا انه نضوي على الاعمال الخيريه يلي عم تصير بالمنطقه وخاصه بقريه البيضه. اليوم الجمعيه الخيريه في قريه البيضه رح نضوي عنا اكثر، رح نضوي على عملها الخيري ورح نضوي على هيدا العمل تحديدا مع السيد عماد عيسى مدير الجمعيه. اهلا رئيس الجمعيه ومديره ايضا. اهلا وسهلا فيك سيد عماد. اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. خلينا نبدا معك نحكي شوي عن نشاطات الجمعيه. يعني مثل ما حكينا بالبدايه نحن موجودين بالريف، يعني بده ما يكون في جمعيات دائما الناس بتلم على بعض، الجيران بيحبوا بعض، في هي اللمه الحلوه. اول شيء خلينا نحكي عن نشاطات الجمعيه معك. نحن جمعيه قريه البيضة تاسست في تموز 1928، قديمه كثير، واشرت في عام 1960. من اهم نشاطاتها هي عمل الخير والاحسان، ثاني شيء هي اصلاح الاماكن العامه في القريه واصلاح شؤون القريه ثقافيا واجتماعيا. عندنا نحن كمان نتعاون مع جميع الفعاليات ونقدم المعونات الطبيه والماديه الى الفقراء في قريه البيضه. عندنا نشاطات بنقوم فيها كثير، هي بنعمل احيانا نحن بالصيف نشاطات فنيه، بنعمل مسرحيات، بنعمل عندنا كورال كبار وعندنا كورال صغار، بنعمل حفلات فنيه بالصيف ريعه بيكون لصالح الجمعية وصالح المحتاجين في القرية. أكيد بدنا نقول تحية لكل أعضاء الجمعية، وبدي خص تحيتي الصباحية للمدام سناء بركات، كمان بدي أوجه لها تحية كثير كبيرة. أستاذ عماد، يعني سوريا مرقت بظروف كثير صعبة، يمكن دائما بنلاقي انه الاهالي بنلتم على بعضنا، بنساعد بعضنا، اي قريه مجاوره تعرضت لاي نوع من الارهاب نحن دائما بنستقبل الاهالي. خلينا نحكي بهي الحقبه، حقبه الحرب على سوريا واستهداف الارهاب للقرى المجاوره، قريه البيضه شو كان عملها وانتم كجمعيه خيريه ايضا؟ قرية البيضة استقبلت كثير مهجرين واستقبلت اخواننا من سئلبية ومن محردة، كان يصير عليهم قذائف كثير، ولميناهم مرتين بخلال فترة السنة الماضية والسنة الأبلة، وكان أعداد هائلة ومنا لهم كافة المستلزمات خلال أوقات كثير قصيرة. كافة الاستلزامات من منامي، من طعام، من كل شيء. نعم. طيب خلينا نحكي معك شوي، مين هنن اعضاء الجمعيه؟ يعني مين هنن اعضاء الجمعيه؟ اهل القريه ولا لا ممكن يكونوا من القرى المجاوره؟ لا كلهم من القريه من القريه ومن كافه الاعمار. من كافه الاعمار.
هلا انا اكبر عمر. نعم. بعدين نعم سيد عماد، يمكن جمعيه عمرها قد ايه عمرها؟ من الستين اشهرت، هي تاسست بال 1928. نعم، خلينا نرجع هيك بالذاكره للوراء ونحكي شوي عن الجمعيه، عن اعمالها من ايام ما تاسست الى الان. هي جمعيه يعني صغيره على مستوى القريه، امكانياتها الماديه تعتمد على اشتراكات اعضائها والمتبرعين من اهالي القريه وخاصه احبائنا المغتربين. نعم، كنتوا تعملوا مهرجانات، كنتوا تعملوا ايفنتات قبل تماما قبل الازمه. كان عندنا كل سنه في مهرجان بالصيف، والسنه ان شاء الله بدنا نحاول. طبعا احنا من سنتين عملنا مهرجان على مستوانا خفيف كثير صغير يومين كان، وان شاء الله السنه حنحاول بالاتفاق مع المحافظه على مهرجان البيضة يكون أكيد. ان شاء الله 2019 وتكون سوريا بألف خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعني ليا دائما ظروف الحياه دائما متغيره والاحتياجات متغيره، خلينا نحكي اليوم يا ترى كل فتره وفتره ما بيكون في نشاطات متغيره او متجدده للجمعيه عم تسووها؟ طبعا كل فتره، هلا في مناسبات مثلا باعياد الام، باعياد المعلم نعمل عصرونيات هيك وحفلات للامهات المعلمين، وبالصيف بنعمل كمان حفلات مهرجانات وحفلات. مستقبلا شو راح يكون في تحضيرات؟ ان شاء الله ان شاء الله مهرجان البيضاء 2019 ان شاء الله، ان شاء الله مع الحفله الفنيه في نهايه الصيف. نعم ونحن ايوه خلاص الحفله الفنيه في نهايه الصيف. نعم استاذ عماد، يعني هيك بدنا نستغل وجودنا بقريه البيضاء ونحكي عن هي القريه اكثر، يمكن انت اجدر بانك تتكلم عن هذا المكان الجميل، يعني بعد محافظه على جو القريه، بعد محافظه على يمكن المعالم يلي فيها، خلينا هيك نحكي اكثر. حافظة أستها على الجو، على الطيبة، على التعاون بين الأهالي بكل المجالات، بكل المجالات التعاون مع الأهالي. طيب خلال الحرب يمكن أكيد كان في صعوبات يمكن عم تواجهكم، خلينا نحكي اليوم عن أبرز الصعوبات. يعني 8 سنين مروا يمكن على قرية البيضة مثل كتير مناطق بسوريا، خلينا نحكي عن أبرز الصعوبات اللي يمكن اللي حدد من نشاطكم بالجمعية وكيف قدرتوا تتغلبوا عليها. أكيد والله توقفت الجمعية فترة محدودة، كل نشاطاتنا الفنية توقفت نتيجة الظروف، البلد والشهداء والمرحلة كثير صعبة، والأمور المادية كثير 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 أثرت. من فترة من 4-5 سنوات نشطت الحركة الجمعية عنا، بلشنا نلم تبرعات من شبابنا من المغتربين ومن اشتراكات الأعضاء لتحسين الوضع، وإن شاء الله أمورها كويسة تحسنت كثير ان شاء الله. اكيد الله يعطيكم العافيه. الله هيك يعني ضمن صباحنا يعني حبينا نضوي على اعمال الجمعيه الخيريه في قريه البيضاء. نحن كثير بدنا نتشكرك، واهلا وسهلا فيكم وشرفتونا بقريه البيضاء. 100 اهلا وسهلا فيكم. نعم شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك. يا اهلا. لا يسار الوقت لنعرف المشاهدين على قريه البيضاء بالتقرير التالي. قرية البيضة في منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماة على بعد 2 كيلومتر جنوب مدينة مصياف، تشتهر بزراعة محصولي العنب والتين، وتتميز المنطقة بالهواء العليل البارد الذي يحول صيف هذه المنطقة إلى فصل آخر، في حين تعاني بعض المناطق من الحر الشديد. سميت بالبيضة بالألف الطويلة وليس التاء المربوطة نتيجة للون الأحجار التي بنيت بها القرية والتي تحتوي نسبة عالية من الكلس. يبدو أن منطقة البيضة وما حولها سكنت منذ القدم من نحو 300 عام بعوائلها الحالية. يعمل سكان البيضة في الزراعة أو كموظفين لدى الدوائر الحكومية. تتألف القرية من عدة مناطق مقسمة حسب التقسيم الشعبي إلى الحارة الشمالية، السوق أو الجامع، أو الحارة الغربية، الحارة القبلية، الحارة الشرقية، منطقة المدرسة، منطقة الشلالات، البيادر، عين تلعة. في القرية عدة مناطق تحتوي على عيون للماء البارد النقي، ولعل أهم هذه العيون عين تلعة التي شربت منها القرية على مدى مئات السنين. تعتبر منطقة الشلالات من أجمل المناطق التي يقصدها الزوار من كل مكان ليتمتعوا بالماء النقي وبالجو المنعش والمناظر الخلابة، وهي ما تزال منطقة بعيدة عن الصخب والضجيج.
يعني بس بدي اتشكر وسيم شحود على الصور يلي عطانا اياها اللي طلعت بالتقرير. شكرا يا وسيم، شكرا لك. اكيد يعني اهالي الضيعه كمان موجودين معنا عفوا باللوكيشن. صحيح مرمين مثل ما شو صار لي صحيح الهواء يمكن والغبره بالربيع. نحن مثل ما قلتي اهل الضيعه بلشوا يجوا، رح نوحب بضيوفنا اللي موجودين معنا هلا. للعمل الشبابي كان له حصه خاصه بعين البيضة، فلا بد من الاضاءه على جهود شباب غايتهم الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه وتقديم الدعم النفسي للاطفال وخاصه في الظروف القاسيه التي مروا بها. يعني مثل ما ذكرتي نيرمين، شباب متطوعين، شباب مثلهم مثل الباقي الشباب السوري، دائما يمكن كرسوا جهدهم ووقتهم الى العمل الانساني، الى العمل التطوعي، وخاصه الاهتمام بالاطفال وذوي الاحتياجات الخاصه. وملفات كثيره ايضا رح نتطرق لها اليوم ونحكي عن عملهم اكثر مع مسؤول ملف حمايه الطفوله وذوي الاحتياجات الخاصه في حما نايف سليمان. اهلا وسهلا فيك. وايضا بدي رحب بنغم ابراهيم، حضرتك ايضا متطوعه بالجمعيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم واهلا وسهلا فينا عندكم. خلينا نحكي مع نايف بدايه، نتعرف على نشاط الجمعيه ونعرف المشاهدين عليها اكثر. الجمعيه السوريه للتنميه الاجتماعيه، وانطلاقا من شعارها على الهامش وفي الصميم، بدأت العمل بال 2009 بمدينة دمشق بمعهد خالد بن الوليد للأحداث. طبعا امتد العمل ليشمل أغلب المحافظات السورية حاليا. نحن عم نشتغل ضمن برامج كثيرة ضمن الجمعية، منها برنامج الدعم النفسي والاجتماعي، وبرنامج حماية الطفولة، برنامج كمان بنشتغل على برامج وملفات، منها ملف عنا الخدمات المجتمعية، وبالإضافة كمان للتأهيل الهندسي وبرنامج الوش. نعم انا خايفه من الكلب يلي هو اجى على اللوكيشن، مشان هيك انا مرعوبه عم بعمل هيك. بس في حدا من الشباب خليه يعني اجباري ليا يعني روح طبيعه الى عنا. فما في مشكله، رح نكفي معك نغم. خلينا نحكي اليوم كمان عن دورك اليوم بالجمعيه اكثر، وخلينا نعرف اكثر عن اعضاء مين هنون، كيف بتجتمعوا وكيف بتنظموا اعمالكم. هلا انا متطوعه بالجمعيه السوريه للتنميه الاجتماعيه. نعم. بشتغلي بعده ملفات، منهم ملف تعليمي، ملف ترفيهي، ملف حمايه الطفوله. كيف مننظم شغلنا؟ نحن عبارة عن مراكز موجودين بالمناطق بمصياف وبغير بالضياع اللي حوالين المصياف. عظيم. مثلا نحن حسب المراكز، كل مسؤول مركز هو مسؤول عن مجموعة متطوعين عنده. قديش تقريبا عدد المتطوعين؟ حسب المركز. مثلا غالبا المراكز المجتمعية ممكن يكون في أعداد متطوعين تتراوح بين 20 و 30 متطوع، حسب قديش عدد الأطفال بيكونوا موجودين عنا بالمركز. طبعا الأنشطة بتتناسب حسب احتياجات الأطفال الموجودين عنا. مثلا ممكن اذا في احتياجات تعليميه، احتياجات ترفيهيه، ممكن مثلا ارشاد نفسي، توعيه. كلياتهم هدول النشاطات نحن بنشتغل عليهم. يعني اجمالا العمل التطوعي هو شغل كثير حلو مع الاطفال، لانه بتحسي حالك انه هن الطاقه والحيويه تماما، هن عم يعطوك اكثر ما انت عم تعطيهم للاطفال. نعم. بدنا نرجع بالحديث عند نايف. نايف يمكن هيك خلينا نذكر خصوصية قرية البيضة يلي حضرتكم منها اليوم. انتم يمكن استغليتوا الوقت واستغليتوا يمكن شبابكم وعمركم لحتى انتم يمكن تركزوا بأهداف العمل التطوعي والاهتمام بكل حدا يمكن بحاجة للاهتمام. اليوم من بعد يمكن سنوات من الحرب على سوريا والاستهداف الإرهابية، أيضا التأهيل النفسي كتير مهم، إن كان للأطفال وإن كان لعدد من الأهالي. خلينا نحكي عن هالنقطة، قديش الدعم النفسي مهم. تمام. هلأ الدعم النفسي والاجتماعي هو شيء كتير ضروري، وخاصة للفئات اللي بتخرج من مناطق خلينا نقول كان فيها أزمة، فبيكون الدور الأساسي لنا نحن كجمعية هو البحث عن الأشخاص المهمشين. طبعا الأزمة مثل ما عرفنا أنه هي زادت
فئات التهميش بالمجتمع، من أطفال، من سيدات، من آباء، من ذوي احتياجات خاصة. فدورنا الأساسي كان بالجمعية هو البحث عن كل شخص مهمش بالمجتمع، نحاول أنه نوصل له من خلال فريق العمل الكبير المنتشر بكل المحافظات لنصل فكرتنا، لنصل رسالتنا، لنقدم الدعم والمساعدة لأي شخص هو عن جد بحاجة هذا الدعم. طبعا مجالات الدعم مثل ما حكيت هي ما بتشمل بس الدعم النفسي والاجتماعي، في عنا كتير مجالات تانية نحن بنشتغل عليها، منها كمان التأهيل الهندسي، إن كان كمان موضوع الخدمات المجتمعية كتقديم تدريبات مهنية أو عدد مهنية، أو حتى تقديم بعض المشاريع الصغيرة اللي بتأمن. في دورات لهي المشاريع طبعاً؟ طبعاً طبعاً، في بيسبق كل المشاريع دورات بيتبعها مجموعة من الأشخاص اللي مقدمين على مشاريع صغيرة، وهني بيكونوا من الأشخاص اللي بحاجة لحتى نساعدهم على وندعمهم بسبل العيش عندهم. نعم. ونحاول أنه يأمن كل رب أسرة، وخاصة يعني بفترة النزوح وأشخاص الوافدين لعنا على مدينة مصياف، حاولنا أو بمختلف مناطق المحافظة حاولنا أنه نحن نأمن لهم دعم بسبل العيش. نغم، بدنا ننطلق من فكرة حكى فيها نايف، وهي يمكن ظروف الحرب يمكن أثرت على الكل، يمكن حدد أوقات من نشاطنا، أوقات منقول تعبنا، أوقات منقول ما عاد عنا هاي الطاقة. أنتوا كشباب اليوم أكيد دوركم كبير بالبناء، خلينا نحكي شوي عن الصعوبات اللي واجهتكم خلال الأزمة وخلال 8 سنوات. الصعوبات خلال الجمعية، عن طريق الجمعية كانت. نعم. هلأ الصعوبات كانت شوي ممكن مثلا حتى الواحد يعرف كيف بده يحدد المراكز، تختار المراكز تكون منطقة آمنة للأطفال اللي احنا عم نجيبهم لعنا على المراكز. بس كان في إقبال كتير كبير لأنه حسوا أنه احنا قدرانين نعطيهم شيء، قدرانين على القليل نطلعهم شوي من ظروف الحرب اللي هن كانوا عايشين فيها، بالأخص اللي كانوا بالمناطق اللي فيها كتير مشاكل. صعوبات ممكن أحيانا يصير عندنا مشاكل بموضوع مثلا أغراض بدنا إياهم، ما يصير في موضوع مثلا أنه مشاكل بالطرقات فما نقدر يأمنون إياهم للأغراض، بس آخر شيء كنا قدرانين تماماً أنه نتكاتف كلياتنا مع بعض بالأغراض القليلة اللي عنا إياهم أو بالمواد الموجودة اللي عنا إياهم نقدر نعمل لهم الاحتياجات. تماماً نوفي بالاحتياجات يعني بما يتناسب مع الظروف اللي عنا إياهم. وكان كتير الإقبال حلو من الأطفال، وشو ما عطيتيهم للأطفال بالأخص اللي كانوا عايشين الحرب وطلعوا منا، يعني اي شغله صغيره اعطيتيهم اياها فهي بالنسبه لهم كثير عم تكون ملكتيهم الدنيا. تماما، يعني هاي الابتسامه اللي عندهم اياها لحالها بتحسي حالك انه انت عامله انجاز كثير كبير. نعم. نايف، خلينا نحكي بملف الامهات، ايضا كمان من ضمن عمل الجمعيه ايضا كان في الاهتمام بالامهات وخاصه ذوي الشهداء وذوي الجرحى والامهات يلي بحاجه الى الدعم النفسي وايضا المهني خلينا نقول لحتى يطوروا حالهم. طبعا فئه الامهات او فئه الاباء خلينا نقول كغيرها من الفئات اللي تاثرت بشكل سلبي بالازمه، فنحن كان خصصنا لهي الفئه شيء بنسميه برنامج اسمع قلبي. برنامج اسمع قلبي هو كان مخصص للسيدات والاباء لحتى نقدم الدعم النفسي والاجتماعي لهي الفئه اللي بتعاني ممكن من ضغوطات بالحياه، باللي بتعاني خلينا نقول من بعض المشاكل، واللي بحاجة عن جد لمساحة، يعني مساحة آمنة لحتى تطرح مواضيع لتتبادل الخبرات مع باقي الفئات. طبعا كان في أنشطة ترفيهية، كان في أنشطة دعم نفسي واجتماعي، بالإضافة لموضوع التأهيل ومساعدة السيدات، إن كان سيدات معيلات مثل ما حكيت حضرتك، أمهات ذوي الشهداء أو جرحى، من الأشخاص اللي مثلا فقدوا المعيل، نحن كان دورنا الأساسي كمان نقدم مثل كل شرائح المجتمع نحن بحاجة أنه ندعمهم. فكنا نقدم مثلا التدريب المهني، كنا نقدم أي شيء هني بحاجة لقلوا بهذه الفترة. هنا أمهاتنا كلنا أكيد أكيد أكيد.
أكيد نغم، خلينا نحكي هيك سريعا وأخيرا عن مشاريعكم المستقبلية اللي رح تكون. المشاريع المستقبلية هلا في شيء مراكز جديدة عم تنفتح هون بالجمعية بالأماكن اللي عم بتكون من جديد طالعة من الحرب، مثل مثلا بسنجار فتحوا في مركز جديد طابع لحما، بعقرب هلا في مركز عم بشتغل فيه انا، عم نستقبل العائلات اللي عم تجي من الاماكن اللي كانوا هن فيها مثلا مثل لبنان وتركيا واللي هن مهجرين، وعم نشتغل كمان مع الاهالي اللي هن بالاصل كانوا موجودين بالضيعه، عم نشتغل بكذا برنامج، وكمان عم نحاول قدر الامكان نقدم لهم اللي فينا نقدمه من دعم نفسي واجتماعي، وممكن احيانا نقدم مساعدات عينيه وطبيه على حسب حاجه الاشخاص الموجودين بالمنطقه. نعم فده. طبعا كمان بضيف على اللي قالته زميلتي نغم، نحن حاليا عم نتوسع على المناطق مثل ما حكيت اللي هي فيها حركه عوده من ريف حما الشمالي بصوران ومعردس، بالاضافه للريف الجنوبي من محافظه حما اللي هي منطقه عقرب. عم نحاول نقدم الدعم النفسي والاجتماعي، التاهيل الهندسي وباقي مختلف الخدمات المجتمعيه. طبعا بس بدي اضيف اخر فكره، نحن محافظة حما عم نخدم مساحة كتير كبيرة من ريف حما الشمالي، طبعا صوران معردس مدينة حما قطاع الغاب اللي بيشمل سئلبية وشطحة، بالإضافة لمدينة مصياف وريفة وحاليا الريف الجنوبي لمدينة حما اللي هو مدينة عقرب. نعم أكيد، يعني بدورنا بدنا نقول كل التحية للشباب والصبايا يلي معكم بالجمعية، وعن جدك ترفعوا الرأس شباب، يعني انتم كلكم ترفعوا الراس بعملكم ودائما ان شاء الله يا رب الاستمراريه. نغم ابراهيم شكرا كثير لك، انا كثير بدي اتشكرك نايف سليمان يعني على كل شيء عزمناك معنا، وميرسي كثير لك، وكل عام وانتم بخير. صحيح ما كيف عايد عليكم على بكير، انتم بألف خير يا رب، ان شاء الله هيك ينعاد عليكم بالخير. اهلا وسهلا فيكم ضيعتنا، وان شاء الله يا رب هيك دائما نكون مجتمعين على الفرح ان شاء الله. يا نورتونا، اهلا وسهلا. أكيد بدي أقول كل عام وانتم بخير، والله يعطيكم هيك دائما القوة والصحة دائما، أنتم الشباب يعول عليكم دائما بكل مكان لتبنوا. شكرا كثير لكم وأهلا وسهلا. شكرا كثير لكم. أما ضيفنا الثالث الرابع، خلينا نقول الثالث الرابع ثالث رابع كمان أيضا من قرية البيضة، يمكن انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، صار في كتير شيرات عليه، حالة مميزة، حالة إنسانية، هي رسالة إنسانية يمكن لكل الناس. خلينا نروح نشوف مين ضيفنا ونرجع. اسمي صادر عيسى وأنا طالب طب أسنان سنة ثالثة، وأنا عندي والدي عنده متلازمة داون. طبعا هو كان أب وزوج ورب أسرة لمدة 21 سنة، وطبعا هذا الشيء تحدي بالنسبة لكتير عالم، وكتير عالم ما بتقدر تحققه، بس بالنسبة له كان شيء سهل. الطفل اللي رح يكبر بحضن إنسان داون رح يكون عنده كل الحنان والحب اللي ممكن أي حد يقدمه، وهذا الشيء بالنهاية رح يؤدي لأنه لما هذا الشخص يكبر رح يكون عنده توازن عاطفي واجتماعي، ويكون قادر يحقق أي شيء بيتمناه. بالنسبة لي أنا لو كنت قادر أختار مين بيكون والدي، فأبدأ أفكر بأي إنسان تاني غير هو، وأنا فخور فيه مثل ما هو فخور فيني. لمدة 21 سنة كان هذا الشخص اللي عنده متلازمة داون أب لطفل صغير، حاول يشتغل يتعب على حاله ويشتغل بأي شيء ممكن لحتى يأمن له حياة طبيعية مثله مثل أي طفل آخر. خلال دراستي كان هو الداعم الأكبر، كان من ناحية اقتصادية أو من ناحية نفسية أو من كل النواحي، وبفضل دعمه يعني لما تشوف إنسان بينظر للمجتمع على أنه إنسان مستضعف أو إنسان عالي على المجتمع، عم يشتغل ويتعب ويحاول يعمل كل شيء بيقدر عليه لحتى يأمن لي اللي أنا محتاجه وأنا صغير وماني قادر أوفره لحالي، فإجباري هذا الشيء رح ينتج عنه أنه أنا رح أحاول أكون أحسن حدا ممكن كرمال هذا الشخص اللي تعب علي وأنا صغير، يشوفني لما أكبر ويفتخر فيني.
أنا حالياً عم اشتغل على هذا الشيء. مادية هي أبا مني، أخذتها هي أبا مني. أنا أكبر منه بثلاث سنين. حكي إلي وإليك. هلأ علاقته مع بعض هي علاقة طبيعية بين أي زوجين، ممكن يختلفوا بعض الأحيان، ممكن يتفقوا بأحيان تانية. حياة طبيعية، حياة مليانة محبة وبساطة وتواضع من كل النواحي. فالطفل بهاي البيئة أكيد رح يكون منتج وما رح يأثر بأي شيء بيخص هدول الشخصين، ورح يحاول يعمل أي شيء لحتى يظهر هدول الشخصين بأفضل صورة ممكنة ويغير نظرة المجتمع، إن كان مو المحلي أو العالمي لهي القصة. في مواقف اللي أنا بفتخر فيها أنه لما بيكون عم يتعرف على حد جديد، أو من أول الجمل بيقوله أنه أنا ابني دكتور، فبتشوف بعيونه نظرة الفرح اللي ما بتنوصف، أنه كأنه عم يقول بطريقة غير مباشرة أنه أنا اللي عندي متلازمة داون قدرت ربي هذا الصبي وأقدر أعمل، يعني عملت اللي بيقدروا عليه لحتى يتعلم ويصير طبيب يعالج الناس، وأنا فخور فيه. كان يشتغل ولا زال يشتغل بطاحونه او معمل برمل جنب بيتنا، بيشتغل فيه من قبل حتى انا مع اولاد، وبالرغم من انه صاحب المعمل ما في اي قرابه عائليه الا انه بيعتبره كابن ثالث له، وبيهتم فيه وبيقدم له كل شيء بيحتاجه. هلا العلاقات الاجتماعيه يعني بتتسم بالبساطه والمحبه البحته، لانه ما في اي كره عنده، ما في اي تحيز او حقد لاي انسان، بالعكس يعني ما في بقلبه غير الحب، وبالمقابل يعني بما انه ما في بقلبه غير الحب فكل الناس بتحبه وبتحترمه وبتعامله كاي انسان عادي. بالنسبه لكثير ناس ممكن تكون فكره انه تكون مره حامل بطفل عنده او جنين عنده متلازمه داون، ممكن تكون هي أسوأ فكرة أو أسوأ سيناريو ممكن تتوقعه. كثير ناس ممكن تلجأ للإجهاض. أنا لو كانت ستي مقتنعة بهاي الفكرة ما كنت أنا هلا موجود بيناتكم. ليا يعني ضيفنا عرفنا كلياتنا، واكيد مشاهدي الاخباريه السوريه تابعتوه على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وحبيتوه وعملتوا له شيرات واعجبتوا فيه، واكيد جمال الخلق لازم يجتمع مع جمال وحلاوه الصوت. ونستضيف معنا صوت هو ابنه قريه عين البيضاء، خريجه المعهد العالي للموسيقى عام 2007، وهي استاذه صف الغناء الشرقي في المعهد العالي للموسيقى أيضا، كان لها مشاركات عديدة في أهم المسارح بالإضافة إلى أغانيها الخاصة أكيد كمان يلي انتشرت كتير وحبيتوها ودندنتوها كتير. يسعد صباحك ليندا بيطار. يسعد صباحكم. وأكيد الدكتور صادر عيسى، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم ببداعتنا، بداعة البيضاء. صباح الخير. صباح يعني مرحب. أكيد بنت ضاعة البيضة وهلا هيك باحتفاليات الأعياد، يعني أكيد نتشكركم على هالاستضافة، ما في أحلى طبعا من الصباح يكون ممزوج مع الصوت الدافي هيك لحتى يحلى صباحنا ولحتى تحلى قعدتنا أكثر. إجا الكلب؟ لا لا لأنه أنا خايفة أنا لأنه يمكن أنا من شوي هيك صرت أعمل. ليندا وصادر صباح الخير. صباح دكتور، أهلا وسهلا فيك. ليندا بالبدايه يعني كل سنه وانت سالمه. انت سالمين يا رب، ينعاد عليك بالف خير. ينعاد عليك بالف خير. دائما بس تفوتي على البيضة شو هي الغنيه هيك اللي بتخطر لك؟ يعني بس يشوف الواحد ذات يلا ايوه شيء عبري لي قولي لي فورا شو عم نسمع منك. بس يشوف الضيعه شو عم طلع دقيقه بس عطلال الشمس المنسي على ورق الدلب الأصفر، نطيرونا على شوي شوي وتصير الدنيا تسهر، وبكروم الدين ينده تشرين يا حبيبي دخلك يا طير الورور،
ورحلك من صوب مشوار وسلم لي عالحبايب خبرني بحال شو صار برافو يسلم هالصوت ليا في احلى من هيك صباح يعني ما ضل احلى والله عم نقول ليندا منين جايبه حلاوه هالصوت اكيد من حلاوه عين البيضة من البيضة 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 في عين في عين البيضة احنا جايين على الطريق لهم عين البيضة يقولوا لي البيضة مصرة هلا لك بننزل على العين بنشرب كاس شاي هيك اوكي لازم رح ننتقل لعند الدكتور ونحكي شوي عن هي الفكرة اللي طرحتها على السوشيال ميديا يمكن انت تابعت على وسائل التواصل الاجتماعي حجم التفاعل والمحبة والاحترام إليك خلينا نحكي كيف طلعت الفكرة ببالك أوكي هلأ الفكرة يعني اجت منا ومن جمعية السورية للتنمية الاجتماعية اللي كانوا معنا من شوي ديوكنا أكيد وهي الفكرة الأساسية لأنه هاي الحالة نادرة من الناحية الاجتماعية والناحية العلمية فحبت جمعية أنه تضوي على هذا الشخص وعلى قدرات الإنسان عنده متلازم داون على انه يعيش حياه طبيعيه ويجيب اولاد ويربي ابنه باحسن طريقه فاكيد اجت الفكره من ندره هاي الحاله من الناحيه الاجتماعيه والعلميه نعم يعني ليندا انت اول الناس شيرتي قصه صادر ووالده يلي عنده متلازمه حب خلينا مثل الهاشتاج يلي انتشر على السوشيال ميديا متلازمه حب يمكن هو عن جد يعني بس تعرفي له جهاد لابوه ما اجى كان يعني نقول له سلامتك انا بقول جهاد لانه جهاد نحن يعني ربينا كان هو معنا يعني عرفتي كيف فعن جد بس تتعرفي على شخصيته فعلا ما بيلبق له غير كلمه حب لانه هو مو لانه ابوه لصادر وصادر قاعد هو حدا بيلتقى يعني بيلاقي كل الناس بكل محبه يعني انا وقت امرق من جنبه مثلا يكون لي زمان ما اجيت على الضيعه كثير بحب سلامه ولهفته فعلا كثير لابقى كلمه متلازمه حب لجهاد تحديدا اكيد ان شاء الله هيك بدنا يكون عم يحضرنا صادر يعني خلينا نحكي يمكن عن هي الحاله اللي هي كثير من الشباب يمكن كانت عبره لالهم حاله يمكن التعايش مع والدك وكيف انت يمكن فخور فيه ونحن فخورين بتربيه انشات شاب عم يدرس طب يعني خلينا نحكي عن هاي الحاله اوكي هلا الحاله يعني الشيء الاساسي هو الدعم من العائله والدعم من المجتمع هذا الشيء اللي بيساعد بشكل اكبر على انه يتحقق التوازن الاجتماعي والنفسي عند هذا الشخص لولا هيك كان الموضوع رح يكون اصعب بكثير فلولا الدعم من المجتمع بالضيعه والدعم الاهل كان هذا الشيء صعب كثير اكيد ليندا نحن مثل ما بنعرف يمكن اول مره بتكوني بلقاء تلفزيوني من قلب ضيعتك خلينا اول شيء شو حاسه والله خايفه بتعرفي مشان ما خافك لا انه هلا بدك تصيري يعني انت يعني انا بشرفني عن جد بشرفني انه مثل ضيعتي اللي انا عن جد كثير بفتخر بانتمائي لها وبفتخر بكل شخص فيها فبس عن جد في لها وهره كثير انه يعني بحس حاله ايه الواحد بده يمثل انا واثقه كلهم عم يقولوا ليندا من عنا بتشرف انا اللي بتشرف اكيد وما في هلا في فتره العيد انت دائما من انت وصغيره دائما يمكن بفترات العيد دائما هي الطقوس لازم نحن نكون بالبيضاء طبعا طبعا يعني انا ما بقدر انه يوم العيد ما نكون بالضيعه تحديدا وتحديدا بالعيد الكبير يعني بالجناز وبالهيك طقوس ضيعتنا مميزه جدا فدائما او يعني اجباري قد ما بعدت فبدي اكون بهذا الوقت هون فينا نقول شيء للعيد او يلا للعيد يلا المسيح قام من بين الاموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياه للذين في القبور حقا قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور الله بينعاد على كل السوريين بالخير يا رب على كل المشاهدين أكيد رح ننتقل نرجع لعندك صادر خلينا نحكي شوي على الطفولة تبعيتك يعني أكيد نشأت ببيت كله محبة وصلنا من المقطع اللي وصل على السوشيال ميديا
طفولتك، نحكي شوي عن البيت، كيف ربيت، كيف كانت طفولتك، تعامل يعني الحياة هيك العيلة الصغيرة، الأب والأم والطفل الصغير. يعني هيك كنت تحس إنه بالمدرسة إنه أنا ليش البابا هيك وليش الأبهات؟ من شوي إنه كان في دعم من المجتمع ودعم من العائلة، هذا الشيء ساعد بشكل كبير، خلينا دائما نذكره. فطفولي ببيت كله محبة وبساطة أكيد رح تنتج إنسان محب، إنسان يعني ناجح بحياته أكيد، لحتى يعني يرفع رأس الأهل أكيد لازم واحد يتعب يكون أحسن شيء أكيد. وصادر يعني معروف من هو وصغير قديش فعلا هو محب كان لعائلته، قدي فعلا حامل على عاتقه هذا الشيء إنه هو يكون كأنه يعني ضمن عائلة ما فيها أي اختلاف عن أي عائلة سورية. ففعلا كان كل أهل الضيعة معجبين بهذا الشيء من هو وصغير. يعني يعني قديش حلو إنه هيك كمان أولاد الضيعة يجتمعوا على هذا هذا الحب أكيد. ليندا، يمكن وجودنا بهذا المكان وبهي الطبيعة الجميلة، خلينا هيك نستغل الفرصة ونحكي أكثر عن قرية البيضة يلي هي يمكن هيك تجولنا شوي بين الحارات، شفنا الطيبة، شفنا الحفاظ على أجواء الضيعة. هذا الشيء قديش يمكن مهم وقديش شو بيعني لك انك هيك حالة الريلاكس يمكن اللي هون موجودة؟ يعني انت شفتي ليا كلنا شفنا الحقيقة، يعني عن جد اجواء ساحرة، ما في احلى من الارض. يعني وقت الواحد يرجع للارض اللي بينتمي لها، هي لحالة بتخليك تحسي بامان. يعني فكيف اذا كنت بين اهل ناسك اللي انت تفضلتي وحكيتي، اهلك وناسك الطيبين يعني. فأنا فعلاً وقت بدي أحس بأمان وحس أنه أبداً ما بدي أفكر بولا ضغط من الضغوطات الحياتية بشكل عام، أنا بجي لهذا المكان وبلجأ للأهل وللناس ولهي الطبيعة الخلابة. يعني ليندا، مثل ما حكينا بالمقدمة، حضرتك عم تدرسي غناء، قديش اليوم هيك بتتابع المواهب اليوم بهي القرية، قديش بتساعديهم، قديش بتصلوا فيكي بدنا نغني بدنا نعزف؟ أكيد أكيد، يعني أنا عندي طالبات كتير، يعني كتير بفتخر فيهم كمان، وعم إن شاء الله هيك عم نحقق نتائج كتير منيحة وبيكون لهم مستقبل كتير كبير. بالإضافة لعدة ناس عم تقدم، يعني بدها تقدم على المعهد، فأنا بحضر البرامج اللي ممكن يقدموها. بتعرفي بتنبسطي إنه عنا هاي الطاقات الكبيرة وهي المواهب الكبيرة والأصوات الحلوة والأصوات الجميلة، يعني حتى يعني من زملائي اللي بيعلموا عزف أو كمان بنحكي نفس الشيء، هاي طاقات هي اللي كل الأمل فيها لحتى دائماً فعلا سوريا ولادة. تمام، سوريا ولادة فعلا، ولادة لكل الطاقات اللي أنا برأيي هي الأمل الكبير ببكرة، وأمل لحتى ترجع تعمر سوريا أكثر من قبل. أكيد، وبما أنه عم نحكي عن طاقات الشبابية رح نرجع عند صادر. صادر، أكيد يمكن كل حدا حلمه ما بيتوقف، فما بالك أنت يمكن عندك متلازمة حب بالبيت. خلينا نحكي يمكن حلمك لوين بتطمح، دراستك أنت طب أسنان، طب سنة ثالثة حالياً، خلينا نحكي يمكن ما بعد شو هي خطواتك ما بعد. هلأ أكيد كل طالب طب أسنان بفكر بالاختصاص بعد ما يخلص الجامعة والماجستير أو الدكتوراه إلى آخره. يعني بوجود دعم الأهل إن شاء الله ما رح أوقف عند تخرج الجامعة، أكيد رح أكمل. ما في تسافر إن شاء الله. طب صادر هيك أو كحكوا لنا مثلا أنه العم جهاد، أنت وقت نجحت ووقت هيك سجلت طب أسنان، هيك كيف عبر لك؟ كان في فرحة، ولا مو بس منه، كان في فرحة من كل الضيعة. حتى بتذكر وقت واحد يعني بيخلص بكالوريا، فاجتمعت كل الضيعة يعني اللي بيعرفونا معرفة قريبة أو معرفة بعيدة، كلهم إجوا باركونا بالنجاح، وكان شيء كتير حلو. جابوا لك الطبل؟ مو بس طبل، جبتوا له الطبل؟ كتير انبسطنا الحقيقة. يعني أنا ما كنت بالضيعة، بس وأكيد وصلني الخبر إنه صادر من على العالم من الأوائل والمتفوقين. تمام، بينشاف الحال فيه الحقيقة. يعني يمكن حتى شفنا على الموقع الفيديو اللي انتشر، دائما والدك بيقول أول كلمة بس يشوف العالم ابني دكتور ابني طبيب. قديش هيدا يمكن محفزه أو عاطيه يمكن هاي الطاقة وهي الافتخار فيك، وأكيد أنت بتستاهل. رح نرجع لعندك ليدا، خلينا نحكي شو الجديد اللي عم بتحضري، شو المشاريع اللي عم بتكون هلا مثل ما قلنا موسم أعياد. أكيد في عدة حفلات، أنا حريصة دائما أكون متواجدة بالمدن السورية،
بالنشاطات بالمراكز الثقافية. عنا عدة حفلات وبالإضافة إلى أغنية جديدة عم تتحضر، أغنية شامية بامتياز، شامية يعني شامية شامية باللهجة الشامية البحتة. وفي عدة يعني عدة مشاريع إن شاء الله، ممكن يكون في مهرجان كمان قريبا بلبنان عم نحضر له يعني. نعم أكيد تابعناكي كمان من شهر تقريبا كمان برفقة المايسترو عدنان فتح الله عميد المعهد العالي، بدنا نوجه له تحيه كثير كبيره ونقول له مبروك العماده. كمان كنتوا موجودين بحفل بلبنان ومثلتوا سوريا، خلينا نحكي عن هي الحفله. حفل بالاوركسترا العربيه اللبنانيه، اوركسترا الشرق عربيه. نحن تمت استاذ عدنان الحقيقه مستضيفينه هي خامس سنه، انا هي ثاني سنه، السنه الماضيه استضافوني وهي ثاني سنه. حاولنا نمثل قد ما فينا سوريا احسن تمثيل، غنينا صرت هلا انا مشلوشه مثلي مثلكم. لا مش الحال سنه. لا 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 صرت تمام. حاولت تكوني متعوده ليندا. لا انا والله هي الشغله تحديدا مو متعوده عليها. نرجع لحديثنا خلص ما بيسيطروا على الوضع. لكن كيف بتعرفين فيه؟ يا ريت في كاميرا تقدر تاخذها. فحاولنا الحقيقه بهذه المشاركه تحديدا نغني كل الاغاني السوريه، فغنيت وصلي من التراث السوري، غنيت رقه حسنك وسمارك للملحن محمود عبد الكريم، غنيت محمد عبد الكريم، غنيت يعني موشح مثلا، يعني قصيده موال دمشقي نزار قباني والحان الاخوين رحباني كمان حاولت نفتتح فيها الحفل. يعني المهم نكون مشاريع كبيره واكثر اكثر الايام الجايه، نكون مشاريع سوريه بامتياز. اكيد دائما هذا الشيء اللي كل السوريين وكل المواهب السوريه دائما مفتخرين انه نحن من هون ومن سوريا. أكيد. خلينا نسمع منك شيء هيك دائما. يلا. حابين نسمع شيء للمغتربين. للمغتربين يلا, يلا. يعني هي بتلامس المغتربين. اوكي تفضل. كانوا الحبايب كانوا برا الدار، تترك على باب الحلو تسكار، كانوا الحبايب كانوا برا الدار، تترك على باب الحلو تسكار، بقت ورد بتذكرن فيي، لولا شافوها بيفهموا شو صار، وبيفهموا انه الورد مني، وبيعرفوا اني وفي واني باقي عواد الحب مستني، راجع إلن لو طول المشوار، بيعن جوري وبيعن فل، بيعن كل شي بعمري ضل، بيعن جوري وبيعن فل، بيعن كل شي بعمري ضل، كنو الفي قبالك طل، قلو شو اشتقت وحنيت، دخلك يا بي عالورد انت الباقي وانا فليت، دخلك يا بي عالورد انت الباقي وانا فليت. شكرا كثير ليندا. صادر بالختام هيك يعني نحن انبسطنا بوجود شاب دكتور من قريه البيضاء، اكيد مثل اهل البيضاء مفخورين فيك ونحن ايضا فخورين فيك. كلمه اخيره بتحب توجهها، معايده او اي شيء بتحب توجهه؟ معايده اكيد ينعاد على الكل، على كل سوريا بالخير والصحه يا رب. ونحن بحاجه امثله كثيره مثل الوالد، بحاجه اضاءه اكبر على متلازمة داون أو أي حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكيد كل المحبة للجميع. نعم أكيد نقول لعمو جهاد ولطانت أم صادر ينعاد عليك. ينعاد عليكم بألف خير. أكيد يعني مثل بدنا نوجه لهم أكيد تحية ونقول لهم إنه ربيتوا شمعة بتجنن. شكرا يا صادر. أكيد ليندا شو كيف بتحبي تختمي اليوم؟ شو الكلمة اللي حابة توجهيها اليوم نحن موجودين مثل ما قلنا بالبيضة؟ بدي أقول ينعاد عليكم بألف خير. يمكن صارت الحب والسلام وصفاوة القلوب هي أهم
أمنية بنتمناها لكل الناس. فإن شاء الله ينعاد على الكل بالحب والسلام وصفاوة القلب. ليندا نحن صحك ختمناها بكلام جميل منك، ولكن أكيد نحن ما رح نختم حلقتنا إلا ما يمكن يجاينا هيك ضيوف من على الطريق. يلا مين هنين؟ هنين كشاف كنيسة مارس الجوز قرية البيضاء، هلأ رح يكونوا معنا. أكيد عم نشوفهم على الكاميرا. صح يعني نحن حاليا عم نشوف كشاف كنيسة مار جرجس بقيادة إيباء موسى قائد الكشاف. أكيد يعني هلا ليا حد تروحي لعندهم. هن جايين لعنا أكيد. باي اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير، كل عام وانتم بخير. شو هالعرض الحلو، صباح الخير إيباء. صباح النور هيك على الكاميرا. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير، ينعاد عليك. اهلا وسهلا فيكم واهلا وسهلا فينا عندكم. يعني شفنا يمكن هذا العرض الجميل لكشاف كنيسة مار جرجس في قرية البيضاء. خلينا نحكي عن الكشاف اكثر، خلينا هيك نتعرف على الصبايا والشباب يلي هن موجودين باعمار مختلفة. هلا نحن كشافنا الحمد لله قديم كثير، يعني صرنا يمكن توقع بالضبط من 84. رجعنا هلا رجعنا جددناه شوي، احيانا الكشاف من شيء 4 سنين، والحمد لله الكل عنا داعم. يعني نحن كشافنا ما وقف، بس يعني عملناه من جديد. الجمعيه، الكنيسه، كله عنا بيساهم، جماعات التعليم الديني كله عنا، من التبرعات لكادر لشباب لصبايا. شبابنا حتى اعمارهم كله مختلفه، يعني بتلاقي 10 11 بكالوريا،
جامعات بخفوا شوي لانه كله على جامعته برا الضيعه، وبنشتغل بالامكانيات الموجوده الحمد لله. يعني بقى نحن ما حناخذ كثير من وقتك، بس هيك خلينا نحكي، يمكن الكشاف دائما مثل ما انه معروف، هيك خلينا هيك نقرب كشاف. مرحبا. كشاف مثل مو معروف دائما بكل المناسبات موجود، وخاصه يمكن هلا بفتره اسبوع الالام كنتوا دائما عندكم عروض، وبكره عندكم رح يكون عروض، وبالشعنينه كان عندكم عروض. خلينا نحكي يمكن كيف بتتدربوا وكيف بينتسبوا الشباب صبايا بالضيعة للكشاف. هلا نحن بالنسبة للتدريب، تدريباتنا أسبوعية، يعني كل سبت عندنا اجتماع إجباري. للانتساب يعني بلاد ضيعة من صف الرابع خامس، اللي عنده موهبة اللي عم ينتسب بيتدرب عنا، وطبعا يعني مو ضروري يكون هالموهبة يعني ما الإمكانيات الموجودة. نحن نطلع كيف بنحضر؟ تدريباتنا في عندنا شيف جود على الترومبيت، الشيف الياس. يلا رح بس صبح عليهم. صباح الخير، يسعد صباحك. صباحك، كل عام وانت انت بخير، ينعاد عليكم. وعليكم. يعني هيك خلينا هيك هيك على السريع، من كل حدا بدي اخذ كلمه عن الكشاف. شو يعني كيف بتتدربوا؟ نتدرب، نجتمع بساحه الكنيسه، تدريب جماعي كل يوم، كل اسبوع مره. وبشكل مكثف في فتره الاعياد. تماما، حسب بقى كل واحد هو دراسته كيف بيفضى وكيف بده. نعم، شكرا كثير لك. ما مين الصبايا بيحكي؟ صباح الخير. صباح النور. هيك قربي شوي لعندي، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. يعني صبية وبتعزفي على الطبل، وشفنا كيف عم تعملوا عروضة ايضا. قديش بتحبي ضيعتك وقديش بتحبي الكشاف وقديش بتنبسطوا لما يمكن بتمشوا بالضيعة وبتتجولوا فيها وبتصيروا بتدقوا؟ كثير، وانا لي الفخر اني انا بهي الضيعة واني منتسبة للكشاف، لانه هو يعني هو اساس الضيعة، يعني هو بيطلع بكل شيء، بكل حزن، بكل فرح بقى لهيك. نعم. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. ينعاد عليك. وعليك. كل عام وانت بخير. ينعاد عليكم للكل. يبقى انا رح اترككم هلا مع معزوفة تانية، وشكرا كثير لحضوركم اليوم معنا اكيد بالحلقة. شكرا لك. شكرا كثير لكم، خليكم معنا هيك هلا مشان بس نخلص نشوفكم على رواق. شكرا كثير لكم. قد ايه حلوين نرمين؟ حلوين كثير كثير، يعني بهي الحلقه شفنا يمكن الكل اكيد، وضافوا هيك لمسات خاصه لحلقتنا. صحيح نرمين، وهلا الختام، ختام مسك مسك الختام. صادر، شكرا لك عن جديد. وايضا بدنا نتشكر نرمين كل الناس، وبدنا نتشكر ليندا. وليندا هلا رح نختم معك بصوتك الجميل، وايضا كل فريق العمل. شكرا لكم، شكرا على الجهود، شكرا لاهالي قريه البيضه على الاستضافه. بدنا اكيد كمان
نوجه تحية للطنط مليندا كمان يلي استقبلتنا اليوم عندها، لكل شباب وصبايا الضيعة يلي موجودين معنا فردا فردا، شكرا كثير لكم على الاستضافة ونرمين أكيد. كمان ليا بدي أتشكر كل كادر الإخبارية السورية ولكل الأشخاص يلي كانوا معنا مستمرين بحلقاتنا من حما، وبكرة حضروا من وين رح نكون لتعرفوا، رح نكون بحلقة أيضا مميزة. أكيد بدي أتشكر الكل. يلا نختم مع ليندا. وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الندي والذنب، يا بيوت اللي بيحبونا، يا التراب اللي سبقونا، يا صغير وسعدني وسعدني يا وطني وطني، وحياتك وحياة المحبة شو بني عم اكبر وتكبر بقلبي، ايام اللي جاي جاي فيها الشمس مخباي، انت القوي انت الغني انت الدين.